خلوني اخد زميلي العزيز عمرو عبد الحميد مراسل الحياة اليوم من الموقع من قلب الحدث من العالمين. مساء الخير يا عمرو، لخص لي كده الدنيا عاملة ايه عندك يا عمرو؟ مساء الخير طبعا يا استاذ محمد، ومساء الخير على كل مشاهدينا مشاهدي قناه الحياه. يعني الدنيا عندي يا استاذ محمد بصراحه من اول اليوم وهي جميله جدا. مدينه العالمين طبعا من مدن او من احدث مدن الجيل الرابع طبعا، وهي من المدن الرائعه جدا من بدايه مدخلها. من اول ما دخلنا مدينه العالمين واحنا شايفين المدينه مجهزه ومستعده لاستقبال كل الزوار. طبعا منذ قليل يعني كان في المؤتمر الصحفي طبعا للاعلان عن مهرجان العالمين الجديده تحت شعار العالم عالمين. يعني طبعا المهرجان دوت هو في دورته الاولى. هذا المهرجان هيكون طبعا في تنوع كبير وانشطه متنوعه ما بين انشطه فنيه وانشطه ثقافيه وانشطه رياضيه وانشطه طبعا لكل الاعمار. يعني تلك الانشطه كمان هتكون فرصه صيفيه جيده جدا للزوار ان هم يستمتعوا بالصيف وفي نفس الوقت يستمتعوا طبعا بهذه المدينه العظيمه جدا الموجوده بكل يعني ما فيها. يمكن لو احنا زي ما بتوضح الكاميرا من خلفي، يعني زي ما احنا شايفين المدينة طبعا سواء بالأبراج الموجودة فيها أو من كل التجهيزات الموجودة. عايز أقول لحضرتك كمان يا أستاذ محمد إن احنا خدنا جولة سريعة كمان يعني داخل المكان هنا، شفناهم بيجهزوا ملاعب، شفناهم بيجهزوا أماكن ترفيهية، شفناهم بيجهزوا حاجات كتيرة جدا استعدادا طبعا لاستقبال الزوار. خلينا نقول إن مهرجان العالمين الجديدة يعني هو مهرجان طبعا لترويج طبعا السياحة سواء داخل مدينة العالمين الجديدة أو داخل مصر بشكل عام، لأن طبعا هذه المدينة يعني هي من المدن الجيل الرابع وفيها أنشطة جديدة ومختلفة. يمكن تجربة هتكون مميزة جدا لكل اللي هي يعني هتجيله فرصة ان هو يحضر هذا المهرجان الرائع. شفنا طبعا خلال المؤتمر الصحفي العديد من التفاصيل اللي اتكلمت عن تاريخ مدينة العالمين الجديدة والإنجاز الضخم طبعا اللي حصل على الأرض داخل هذه المدينة، وبالفعل هذا الإنجاز احنا حاسين بيه فعلا على الأرض هنا احنا موجودين. خليني أقول لحضرتك كمان ان الجو هنا يعتبر جميل كمان، احنا بالقرب من البحر والبحر طبعا كمان رائع وفي العديد من الشواطئ داخل مدينة العالمين. يعني بجد هي مدينة مميزة جدا، وهذا المهرجان يمكن من بدايته كده ومن بداية الانطلاقة منه طبعا اللي يعني اللي بتنطلق من خلاله الشركة المتحدة طبعا في عمل هذا المهرجان، يعني في احساس جميل كده حاصل من اول المهرجان احنا حاسين بيه من ساعة ما وصلنا داخل مدينة العالمين، سواء في روح مدينة العالمين نفسها او الاحساس بهذا المهرجان الرائع اللي هيكون مميز. لان طبعا هيكون في انشطه مختلفه زي سباقات السيارات، هيكون في عروض ازياء، هيكون في توزيع جوائز عالميه، كل دي حاجات هتكون موجوده طبعا في هذا المهرجان اللي هيستمر طبعا من 13 من الشهر الجاري حتى يوم 26 من شهر 8 الشهر الجاي ان شاء الله. يعني 45 يوم المواطنين عندهم فرصه ان هم يستمتعوا بهذا المهرجان اللي هيكون موجود فيه طبعا عدد كبير من الفنانين وعدد كتير من القامات الفنيه والثقافيه، وهيكون في كمان قامات رياضيه موجوده. كان موجود النهارده في المؤتمر طبعا عده وزراء، يعني كان وزير الشباب والرياضه ابرزهم طبعا ووزيره الثقافه كانوا موجودين والقوا كلمه، وكمان كان في كلمه من الشركه المتحده على المنصه اليوم اتكلموا فيها عن جمال مدينه العالمين. وشفنا طبعا يعني فيديو بيعرض الانجازات الدوله طبعا الضخمه والانجاز السريع اللي عملته الدوله في وقت قليل جدا في يعني انشاء هذه المدينه التي ستصبح فعلا عالميه. يعني هو شعار المكان فعلا اسم على مسمى العالم عالمين، بالظبط كده العالم إن شاء الله العالم عالمين العالميه من خلال هذا المهرجان العالم عالمين فعلا، وننطلق الى العالميه. بشكرك عمرو عبد الحميد زميلي العزيز، واراك قريبا في العالمين.